في جولة صباحية بإحدى الغابات النيبالية قرب الحدود الهندية، قمنا بمرافقة السيد كلاش الملقب بساحر الأفاعي رفقة تلميذه الوفي رياجيس للبحث عن حيوان أسطوري في الثقافة الآسيوية. غير بعيد أرنا صفير من تحت كومة من الأوراق الميتة. قرر الاثنان اقتفاء اثر الرنين عبر مسلك قرب التلال الصغيرة، المكان المفضل لثعبان متعب. على بضعة امتار من هناك استيقظت افعى الكبرى ذو النظارتين من سباتها العميق، تتفقد المنطقة حولها ساكنة بدون حراك، مموهة الى الكمال، تبسط عنقها وتستنشق الهواء. بالمقابل قام الصيادان بدورهما برصد الأفعى، بدأ بالتوجه نحوها بخطوات ثابتة. بالرغم من كونها لا تنظر في الاتجاه الصحيح، لكن الاهتزازات الأرضية المنبثقة من خطوات الصيادين تنذرها بأن هناك خطرا من حولها ويدفعها للالتفات لمواجهته. فخورة مسلحة بسمها تقوم أفعى الكبرى بمواجهة الأعداء وجها لوجه رغم قامتهم الكبيرة، واثقة من نفسها تدافع، تنفخ جسمها حتى تظهر أكثر حضورا. مع السلة في متناول اليد يحاول السيد كلاش لف الثعبان حول الناي لكن دون جدوى، مع العلم أن لضغة واحدة يمكنها أن تقتل في أقل من 4 ساعات. ضد الجدار تقوم أفعى الكبرى بالدفاع عن حريتها بشراسة، لكن اللعب بورقة المكر والسرعة لتسليتها وجعلها أقل تركيزا كان هو الحل الأنجع للنيل من أفعى الكبرى. الكل للكل. وهكذا سيتم إضافة هذه العينة إلى قائمة السيد كلاش. أحسنت أيها الساحر.